تساءل النائب البرلماني الفرنسي بيير أنري دومون عن انتظار بلاده للاعتراف بدورها بسيادة المغرب على صحرائه، وأضاف دومون في تغريدة على حسابه على تويتر أن الديمقراطية الكبرى في العالم اختارت هذا الاتجاه، لكن فرنسا لم تحدد موقفها بعد، مع أنها تعتبر صديقا تاريخيا للمملكة، أمر غير مفهوم ومخيب للغاية، يقول دومون.